حنا راضيين عليك سير الله يحفظك ملكنا بشعبنا كل شيء راضي عليك القجع. راه حتى واحد ما بغاه لا الرئيس ديال الفيفا ولا الرئيس ديال الكاف ولا العالم كله ما بغاش هادشي اللي دارت الجاره الجزائريه. نتمنى الله سبحانه وتعالى يكون يتعرفوا بان المغاربه. راه قلت لكم انا شحال من مره وتكلمت في عند القناه ديالكم شوف تي في قلت لكم المغاربه راه عندهم فيهم انابيغ لانهم راه واحد راه سلم دوله واش عارفينها واش القجع غادي يكون شي واحد اللي عنده الحكمه بحاله. شوف البارح الحمد لله كيفاش خدم وكيفاش دار وكيفاش جاب الناس المسؤولين اللي راه رئيس الفيفا ولا رئيس الكاف جابهم وشافوا داك الشيء بعينيهم شافوا الطياره واقفه وشافوا اللعابه لابس بالسيكان ديالهم ومساعدين وموجدين زعما لهذا الشيء وهما اللي داوا جوج مرات وكان غادي يكون واحد البطوله اللي غتكون فيها حماس فيها وعاد داك الشيء اللي درنا في قطر غادي كلشي الناس غادي تكون العالم كله غادي يكون موحش لينا باش يتفرج فينا ولكن الخطا اللي دارته هي الجاره ديالنا الله يهديهم وفيليستاسيون للاستاذ ديالنا غنقولش الرئيس والوزير ولكن غنقول لك العبقري ديالنا القجع فيليستاسيون الله يحفظك خليتي لهم رديتي لهم الضربه اللي هي قاسيه رديتي لهم الضربه ودرتي لهم قانون حنا ما درتي لهم الا القانون قلتي لهم ها حنا مستعدين الدبلوماسيه والقانون وداك الشيء اللي خصو يدار درتيه حنا راضيين عليك سير الله يحفظك ملكنا بشعبنا كل شيء راضي عليك القجع كما رضينا على الركراكي رضينا عليك انت انا اللي كنت نشوف كنت ننتظر هو الرد ديال الرئيس ديالنا القجع كيفاش خصو يكون ومنين كان داك الشيء اللي خصنا نديرو حنا المغاربه كاملين حنا المغاربه من طنجه حتى للقويره داخل المغرب وخارج المغرب خصنا نديروا داك الشيء اللي دار خصنا بغينا نديروا داك الشيء اللي دار القجع دارو في ليستاسيو ديالو دار داك الشيء اللي خصو يدار الحمد لله حنا ومالكنا وشعبنا والناس اللي مسؤولين علينا لا في الكوره في الرياضه ولا في السياسه ولا في الثقافه ولا في اي حاجه راه كاينين راه الله يجازيهم بخير الله يعاونهم اختي اش غنقول لك والمغاربه كلهم غنقولها لهم خصهم يعرفوا واحد الحاجه الدراري مستعدين وبغا يبينوا وراك نتوما عارفين اللي يلعب الكره وشاف الكره راه منين يقول لك حنا لاعبين في كاس ديال الكاف راه ما غاديش يكون سهل باغي اللعاب حتى هو يخرج ويشوفوه وهادي ويتباع ويتشرى ويكون حتى هو من اللعابه اللي هما محترفين وها هو دابا باش وقع عليهم وهذه شنو هي هذه الناس نخلطوا السياسه مع الكره لا راه حتى واحد ما بغاه لا الرئيس ديال الفيفا ولا الرئيس ديال الكاف ولا العالم كله ما بغاش هادشي اللي دارت الجاره الجزائريه راه حنا تنبغيوكم راه حنا تنبغيوكم راه كونوا هانيه لشينا عايروني ولا ديروا اللي بغيتوا حنا راه تنموتوا عليكم حنا راه مناسبين معاكم في راسكم راه بز منكم الدم ديالنا معاكم الدنيا كلها فايته راه واش غادي تولي دابا شعب دوله تحاسب مع دوله عند الله خليها نتحاسبوا بعضياتنا ولكن انتما ولات دوله غتحاسب دوله على الله حنا المغرب ديالنا راه عندنا ملك حكيم عندنا ناس اللي هما في السياسيين ديالنا لا في الرياضه ولا في اي ميدان بانهم راه حكيمين وتعرفوا اش يديروا راكم شفتوا داك الشيء اللي دار القجع كان في ليستاسيون وتنموتوا عليك السي القجع وهكا بقى رفع الرايه ديال المغرب راك رفعتي دابا الرايه رديناه راه بهذا الشيء ديناه بهذا الشيء اللي درتي ديناه ربحنا ديما تنقول لك شوف عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو حنا كنا باغيين باش نمشيو وتهيئنا الدراري وهيئنا الطياره وهيئنا الماكله ديالنا وهيئنا الناس اللي هما مقابلين مع ديما نتسالهم كل شيء موجود ومهيئين سمحي لي نقول لك هذه مهيئين نفسانيا حتى باش نديوه واش غادي نقول لك كيفاش جاك وانا عايش في المغرب وعايش في المهرجانات وعايش رانا حنا ولاد بلاد الكرام بلاد الجوده بلاد الاناقه بلاد النظافه بلاد العباقره بلاد الناس اللي هما ذكياء ما باغيين لا صداع بغوت حنا نقول لك واحد الكلمه راه عندنا امين المؤمنين راه السلاله ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ما باغيين لا صداع لا غوات لا والو شي جارق وكنا حنا اللي يمكن هذا كنا قلنا لهم دخلوا 26 طياره فيها الجزائر مرحبا واش الطياره اللي غتحبس لينا هذا الشيء الكاف وهذا الشيء لا هادشي غير الحسد والحق واش غنقول لك حنايا شوفكم كالله سبحانه وتعالى غادي يكتب لنا هذا غنمشيو ليه شوفي الله سبحانه وتعالى واش تكتي ناوي اش غادي نديروا حنا في كاس العالم ها وشوف دابا كاس العالم كي امتى غادي يبقى يتنسى المغرب ما عمره يتنسى واحد شوها دينا كاس العالم احنا باقي الان تيقول لك المغرب دا شي قلت لكم راه قلت لكم في واحد
كنت انا وياكم وقلت لكم بان راه حنا اللي دينا كاس العالم وراه فعلا راه حنا اللي دينا كاس العالم وحنا الحمد لله راه حنا غادي نديو الكاس ديال الكاف واخا ما غنمشيوش كلشي غيهضر علينا وكلشي غيتكلم علينا ويقول لنا نتوما اللي خصكم ديو نتوما اللي تستاهلوا ديو وانتوما شوفوا البطوله كي غتكون تنتمنوا البطوله تكون مزيانه واخا ما نمشيوش لان حنا ما فينا لا حسد لا حقد هادشي اللي علمنا امير المؤمنين.